مرحبا أصدقائي، شلونكم؟ يا رب تكونوا بصحة وعافية. اليوم راح نسوي وياكم مرقة الباقلة أو الباقلة اليخني احنا نسميه. هنا نحتاج حطينا دهن بالبداية شويونة، وحطينا نص حبة بصل، نحمسها كل زين ونخلي عليها اللحم. هنا اللحم عندي مسلوق وجاهز مستوي، نخليه عليه او نحمسهم سوا ويا البصل. طبعا هاي الاكله بغداديه قديمه وكلش طيبه، اتمنى تجربوها. هنا حطينا 5 فصوص مال ثوم وياها، وهنا خليت اشبنت. الاشبنت هذا اني مفرسته مثل ما تشوفون قدامكم، مفرسته بالفريز. اللي مش شايف الفيديو راح احط لكم اياه اسفل هذا الفيديو. طبعا فريش يبقى نفس ما هو. هنا عندي معجون الطماطم نخلي وياها، وهم نحمسه على مود الزناخة مالت المعجون تروح. وهذا عندي الفول او الباقلة المفلسة، خليت لكم الصورة قدامكم حتى تشوفوها. هم نحمسها شويونة مو هواية، لانه هي مفلسة على الوجين وتنمرد، فحمسة خفيفة. وهنا نخلي المي يغطيها تماما ونعوفها على النار شويونة تفور ونرجع لها. هنا عندي ورا مفارد باعوها، اخوطها على كيف لمثل ما قلت لكم، لانه الفول ينمرد. هنا خليت ملعقة كاملة مال ملح، وهنا خليت نص ملعقة مال لامندوزي او حامض الليمون او حامض الستريك، خليناها وهنعوفها 3/4 ساعة حتى تستوي، ما حتاخذ وقت من عندنا هواية، ونقدمها. هنا طبعا ورا ما استوت ذوقوها، تشوفون الملوحة مالتها والحموضة كل زينة. اذا ما تحتاج لها بعد ملح او ليمون او لامندوزي. هنا انا كملت التمن. التمن انا مسويته بالقناة، تقدرون تشوفون الفيديوهات القديمة، وجاهز وراح نقدمها مثل ما تشوفوها قدامكم. اتمنى تجربوها لانها كلش طيبة، وجربوها على طريقتي وما تخسرون. ولا تنسوني بالدعم والاشتراك للقناة، وسهمكم العافية ومع السلامة.